بدينا اخي بدينا. دابا السؤال، واش حنايا الناس ديال اليوتيوب غتفرض علينا الضريبه ولا لا؟ علاش درنا هذا الفيديو بهذه الطريقه؟ هذا الفيديو درناه على جوج حوايج. اولا خرج واحد البلاغ من عند مديري العام للضرائب تيقول باللي الناس اللي كيديروا الاشهارات في الانترنت خاصهم يبداو يخلصوا 5% ديال الضريبه كيف ما كيديروا في التلفازه، والبلاغ هو كتشوفوه قدامكم. وثاني حاجه حيندش امين راغب خرج واحد الفيديو كيقول فيه باللي راه جوجل ادسنس قالت لنا خلصوا الضريبه حيتاش داروا واحد الميساج جديد. انت توافق على دفع جميع الضرائب المعمول بها او الرسوم المفروضه من قبل اي كيان حكومي فيما يتعلق بمشاركتك في البرنامج، اي برنامج جوجل ادسنس، يعني شركه جوجل تخلت عنا يا اصدقائي. وما فهمنا والو، وقلنا خصنا نعرفوا شنو واقع. بغيت ننبهكم على واحد المساله في الفيديو قبل ما نبدا الشرح، غادي يكونوا عندنا بلاغات ومواد اللي من هذا القانون كناخذوا منهم المعلومات. ايه ما غاديش نبقاو نقولوا النص ديالهم حرفا، وانما غادي نحطوا لكم الماده وغادي نقول لكم غير الشرح. يعني انت اللي بغيتي تقرا ديك الماده ديال بوز انا كتفهم من عندي غير الشرح ديالها. دونك هاد جوج العيبات اللي قلنا ديال امين راغب والبلاغ لا علاقه مع بعضياتهم. البلاغ ديال المدير العام للضرائب فيه انه الشركات اللي كيديروا الاشهار في الانترنت خاصهم يبداو يخلصوا 5% من قيمه شحال تقام عليهم الاشهار في الانترنت. علاش؟ لان هذوك الشركات ديجا كيديروا الاشهارات في التلفازه وكيخلصوا 5% من قيمه الاشهار اللي كيدير في التلفازه كضريبه. يعني مثلا انا شركه ديال الصابون وبغيت نمشي ندير اشهار في التلفازه، قامت عليا غير الديفوزيون في التلفازه بمليون ديال الدرهم، خاصني نشد 5% من ديك المليون وكنعطيها لدار الضريبه. طبعا الشركات حاليا ماشي هما اللي كيعطيوها، انما التلفازه كتقطعها ديجا من الفاكتوره وكتعطيها للضريبه. في حاله الانترنت ما كاينش كيفاش. علاش؟ لانه المدير العام للضرائب حسب الماده 115 ما يمكنش ليها تاخذ الضريبه من عند شي شركه ما كاينش في المغرب اصلا. يعني دار الضريبه ما كتاخذش الضريبه عند يوتيوب وجوجل، لان ما كاينينش في المغرب او ما كاينينش ممثلين ديالهم هنا في المغرب. في هذه الحاله وعلى حسب الماده 115 الضريبه غادي تاخذها من عند الزبون اللي كاين في المغرب. اذا الشركات اللي هما الزبون ديال جوجل في المغرب كيخلصوا فلوس جوجل بارفيل مون بونكير خاصهم يبداو يعطيو الضريبه ديال 5% من داكشي اللي تقام عليهم كاشهار عند جوجل ولا عند يوتيوب ولا عند فيسبوك. اذا انا شركه الصابون درت اشهار فيسبوك ب 10 مليون خاصني 5% من ديك 10 مليون نعطيها للضريبه. ودابا غادي تسولني كيفاش الضريبه غادي تعرف باللي الشركه خلصت ديك 5% في الانترنت؟ ببساطه لانها شركه في الاخر العام كدير البيرون ديالها وكدير لي شارج اللي عندها، واللي كيطلع من عندهم انها درت 10 مليون في الانترنت بارمي فيرمو بونكير ولا شي لعيبه، تيقول لها هذه درتي بها اشهار اجب لي 5%. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لشخص عادي بحالي بحالك، ما كاينش كيفاش يعرفوا، ما كاينش لا ضريبه لا والو. هذا الشيء فيما يخص ذاك البالغ اللي خرج بالضريبه على الاشهار. اما البلان اللي قال امين راغب كيفاش القالب ديالو، بغض النظر واش هذاك الميل ديال جوجل فيه الضريبه ولا شي حاجه اخرى، بغض النظر واش المعلومه خاطئه دو باز، ولكن سمحات لي نطرقوا على الموضوع ديال انه واش ممكن تكون ضريبه على شي واحد كيربح من يوتيوب ادسنس انترنت وهذا الشيء اون جينيرال. باش نكونوا متفاهمين، هادو مزقلو والو في الضرائب اللي ما كايناش فاطشفط. بالنسبه لواحد عادي بحالي بحالك اللي ممكن تكون يوتيوبر تكون اي حاجه، كيفاش كياخذوا عنده الضريبه؟ الضريبه كياخذوها ملي كيدير شي فعل، كيكون عنده دخل، مثلا دار شي بيعه وشراء ودخل، دار شي سيرفيس دخل، خدم عند شي واحد دخل، اين فوا كدير شي حاجه وكتاخذ عليها مقابل تخلص عليها الضريبه، وهاد الضريبه كتسمى الضريبه على الدخل، واللي مقسمه على هاد الانواع اللي كتشوفوا في الماده 22، واللي كيهمنا منها هما الدخول المهنيه والاجور والدخول المعتبرة بحكمها. الدخول المهني هما الدخول المهنية، شي واحد مهني حلاق خراز لعيبات. الاجور هما لي سالاري اللي خدام عند شي واحد، والدخول المعتبر في حكمه شي مداخول بحال الصالير. مزيان. دار الضريبة اللي بغات تجي تقطع الضريبة عند واحد يوتيوبر، اشنو تعتبر؟ عندها حل من جوج، يا تعتبرو مهني يا تعتبرو سالاري، او لا عنده حكم بحال سالاري لانه كيشد فلوس كل شهر من عند جوجل. اذا مشينا مهني، المهنيين عندهم طرق كثار ديال الحساب، كاين الاغاناغ، كاين الاغاناس، كاين الفورفي، وكاين المقاول الذاتي. هذا الشيء غادي تشوفوه في هذا الفيديو اللي عطيكم ليا ديالو، كاين في لاباج ضريبات هنا كيشرح بلي ديتاي اشنو هما هاد الانظمه كيفاش كنحسبوا الفلوس باش نقطعوا الضريبه. الا تبعتوا هذا الفيديو تفهموا شحال من العيبات، تلقاو باللي النظام ديال الاغاناغ والاغاناس ما يمكنش يديروا. عندهم حل من جوج، يا اما الفورفي يا اما المقاول الذاتي. المقاول الذاتي كنفهموها انه يقدروا يدخلوا في المقاول الذاتي، كيشوفوا هذوك الفلوس اللي كتدخل من عند جوجل كيعتبروهم شي فير ديال كامل ديال العام، كتعطيهم 1% منهم كضريبه او لا 2%. لا اعتبروك فورفيتر، هذا النظام كيراعي المهنه ديالك كيفاش دايره. دابا هنا الاشكال فين كاين، كيفاش يعرفوا اشنا هي المهنه ديالك يوتيوبر؟ اشنا هي يوتيوبر؟ هنا خاصهم يخدموا باش يعرفوا شحال البورسونتاج اللي قطعوا لك وهذه روينه. هذا الشيء في حاله المهنه. الا بغيتي تفهم هذا الشيء مزيان دخل هذه الصفحه ديال الضريبات، هنا راه فيها هذا الشرح ديال
كيفاش كتقطعوا الاجور. الحاله الثانيه اعتبروك سالاري، الا اعتبروك سالاري شنو هو اللي يخليهم يعتبروك سالاري؟ هذا البند لانه كيقول والدخول المعتبره في حكمها، يعني في حكم الصالير. الا كانت الفيديو الا كان كل شهر كيوصلك صالير غادي يقولوا راه هذا سالاري، غادي يقطعوا لي على الضريبه. دابا شحال غادي يقطعوا لك على الضريبه؟ الضريبه على الدخل فيها واحد الجدول واضح وباين، هو كتشوفوا كيحسبوه كل عام. الا كنتي كتدخل اقل من 3 المليون في العام ما كتخلص السريان، الا كنتي كتدخل اكثر من 3 المليون في العام كيبدا البورسنتاج 10% وكتنقص لك منها واحد الغيبه على حساب هذا الجدول. وهنا وانا كندوي غادي ندير لكم بوز وغادي تسمعوا فيديو ديال واحد اللي كيشرح هذه اللعيبه. في الجدول ديال الباريم اللي قدامك كتشوف النسب ديال الضريبه اللي كتخرج على كل حجم الربح اللي كتدخل في العام. ها انت كتبدا من 0% اللي عنده اقل من 30000 درهم في العام، وكتمشي حتى ل 38% اللي عنده ابتداء من 180000 درهم. وما كاينش دوز غير بدرهم ضربه كتران. هذا الطابلو اللي شفتو هو اللي كيعطي النسبه ديال شحال كتقطع في الضريبه. هادشي الا قلنا الضريبه مشات قلبات لا سورس من جاوك فلوس، يعني مشات قلبات الكونت بونكير ديالك وشافت الفلوس اللي وصلوك عند جوجل واعتبرتهم مداخل وقطعت لك منهم الضريبه، لان كيف ما كتعرف البنك مراقبه كتعرف المداخل شحال خرج. في الحاله الثانيه وهذه اللي اول مره تسمعها وجاتني غريبه، اللي هي انه دار الضريبه عندها الحق تبع المواطنين على حساب شنو صرفوا ماشي شنو دخلوا، يعني عندها الحق انها تراقب اي واحد شحال صرف في العام وكتحسب. كيفاش كتراقب؟ كتشوف واش شريتي عقارات، واش عندك كريديات، واش عندك طوموبيله، واش خديتي شي طريطه، كتجمع عليك هادشي كامل وكتحسبهم. مواطن عادي انت ما مديكلاري ما والو، كتحسبهم على حساب واحد الباريم كتحسبوا كاين في الماده 29 راه طويله قراوها كيفاش هي كتجمع داك الحساب. الا لقات هذاك الشيء كامل فايت 120000 درهم دخلك الضريبه. كيفاش كتدخلك الضريبه؟ كتحطك في داك الطابلو اللي ورينا لكم قبيله ديال الضريبه على الدخل. الا جاوا من وراك وقلبوا ولقاوك وصلتي 120000 درهم في العام ديال المصاريف على حسب الطريقه اللي قلنا لكم في الماده 29 كتحسبوا بها، راه كيدخلوك باش تخلص الضريبه. كيولي البورسنتاج هو كدا 30% وكدا 40% وداكشي. اذا فيك فيك عندهم طريقه من جوج، يا تبان عليك العاقه ويجيو يقرقبوا عليك، يا يمشيو يقرقبوا عليك ويشوفوا شحال دخلتي من البنك. ولكن هادشي كامل الى حدود الساعه ما طبق فيه والو، حتى شي واحد ما كيخلص الضريبه، ولكن القانون بامكانهم انهم يطبقوه. يعني نظريا ممكن تطبق ولكن تطبيقيا ما كيناش، لانه فيها الخدمه وشحال قدك ما تتبع. وهذا بارمي المشاكل الكبار اللي عند الضرائب في المغرب، انهم ما كياخذوش الضريبه من عند كلشي اللي خاصو يخلص الضريبه، لان شحال قدك ما تتبع. وهما كل عام كيزيروا كيزيروا، يعني جايين واحد العام غادي يجي. هادشي اللي كاين. الضريبه اللي كيخلصوا صحاب الانترنت دابا هي واحد الضريبه ديال الشونج، اللي هي الا تحولوا الفلوس من الدولار للدرهم كتخلص واحد الضريبه ديال الشونج صغيره وقيله 0.1 على 1000. وهاد الضريبه كيخلصوها كلشي الناس اللي كيديروا الشونج، سواء حولتي من الدرهم للدولار اولا من الدولار للدرهم كتقطع واحد الضريبه صغيره اللي كيتستافد منها لوفيس ديال الشونج وكيستافد منها بزاف ديال الحوايج. اعتقد انه الموضوع تقني شويه، حاول ترجع لي ريسورس اللي عطيتك، حاول تفرج في الفيديوهات باش تفهم. عموما حاليا الضريبه ما كيخلصها حتى شي واحد من عندهم الانترنت، ولكن نظريا راه ممكن تطبيقيا ما مطبقاش، مع الوقت مع مرور السنون غادي تطبق. طبعا غادي يكون عليها جدال في البرلمان طبعا العيبات باش يكون هادشي. وكاع الا كانت الضريبه الا طارت عندك في حاله المقاول الذاتي اللي كنتي كتدخل اكثر من 20 مليون في العام راه هي 1% و 2%، الا كنتي كتدخل اكثر تدخل في النظام الفورفيتير، الا كنتي كتدخل اكثر تدخل في نظام المحاسبه وغاديه، وتقدر او بيغ ديك كتوصل حتى 38%. هادشي اللي كاين.